مشاهدين انفاس بريس حنا كنتواجدوا مع واحد الفنان كاتب كلمات عازف وفنان تشكيلي السي العلاوي. مرحبا بك على انفاس بريس. الله يحفظك اخويا وكنشكرك وكنشكر انفاس بريس على هذا اللقاء الممتاز، وكنوجه تحيه ليك ولرمضان الكريم عليك وعلى الامه الاسلاميه كامله. بالنسبه لرمضان انت ما كترمضنش خويا؟ اش غنقول لك، بالنسبه لرمضان الانسان ما خصوش يكون يترمضن ديك الترمضينه ديال والو. راه رمضان ترمضينا شويه، ماشي ترمضن على حسب ترمضينا، ماشي ديك الترمضين ديال انك تضارب ولا لا. ترمضين ديال شويه ياك ما كتضربش بعدا، بحال شي حمام صاد يكونوا طيبين وسهلين سالسين، ماشي ما نضرب ما والو. هو الانسان يضحك ويدير نكات ويفوج على راسو ونطلق ولو ربي كبير. ومن حدك قلتي النكات غتقول لينا واحد النكيته؟ ودابا جبدتيني اخويا فريد. طيح بير انا نجيب داك. ماشي جبدتيني راه عدلو كيما حسبتيها، ما كاين مشكل اخويا ما كاين. المهم مستملحة. هذا واحد السيده راكبه في الكار. مخلصه الورقه بها. مخلصه الورقه ديالها. واحد شويه واحد السيده رايح لها. ضربت يديها في الصاك جبدت البارفان. وصلته الريحه. وصلته الريحه السيد. قال لها اختي، قلت له نعم اخويا. قال لي واش عرفتي الريحه راه كتفطر؟ قلت لي راني عارفها ولكن راه ريحه صباطك اللي كتكفر. ريحه صباطو؟ ريحه صباطو، حيت لي صباطو الريحه عاطي يا خويا، ريحه التفاعل حتى البوركينا فاسو. وكنزيد ناكد لك خويا فريد، شكرا لهذا اللقاء هذا، وتحيه ليك وتحيه للامه الاسلاميه كامله بهذا الشهر الكريم. ان شاء الله يدخل عليهم بالصحه والعافيه وباش نتمناو. وكنشكر انفاس تيفي.